توقعات سنة 2024 لبرج العذراء. برج العذراء داخل السنة بمنتهى القوة، لكن إن نص السنة الثاني محتاج منك معافرة ومجهود. طيب خلينا نقول إن مواقع الكواكب هتمرجحك شوية عذراء. سنة محتاجة مجهود معافرة عشان تواكب التغييرات اللي ممكن تواجهك، تغييرات مهنية، تغييرات عائلية. التغييرات دي هتواجهك قوي في نص السنة الثاني، يعني لازم السنة دي تسبح مع التيار. مش عايزين منك تمرد، مش عايزين اعتراض على اي قوانين تفرض نفسها. لازم في بعض الاوقات تقدم التنازلات عند اللزوم. الشغل السنه دي هيستحوذ على جزء كبير جدا من تفكيرك واهتمامك وقلقك، او كمان عندك شويه قلق على حد في بيتك من الاهل، ام اب اولاد، هيأثر شويه على تصرفاتك وردود فعلك. لو زودت في انفعالاتك ورد فعلك انت الخسران لا محاله. سنة العمل الكثيف، السنة دي عايزة سعي دائم عذراء وعمل بجد وبدون تكاسل. كوكبك الحاكم وموقع الأفلاك في فترات هتدعمك جدا وتفتح لك مجالات شغل كبيرة قوي. وأورانوس طول السنة من أول السنة هو والمشتري في أوقات هيدعموك جدا جدا، لكن زحل هيفرض قوانينه عليك ومن موقعه بالحوت هيعمل لك شوية أزمات وخلافات. يعني الخوف هنا من زحل. في كواكب كتير دعماك، لكن لازم يكون عنا على زحل. هي مش سنة الأحلام يا عذراء، مش قادرة أوعدك إنها سنة الأحلام، لكن يعني مش معنى إن هي مش سنة الأحلام إن هي ما فيهاش حلول. سنة تختبر قدرتك على الاحتمال. بعض مواليد العذراء ممكن يتعرضوا لبعض المواقف اللي يتخضوا منها، لكن سرعان ما هيتفهموا ويعتادوا. يعني بعد ما يروح تأثير الخضة هيبتدوا يفهموا ده حصل امتى وازاي وليه. حاول تتلاشى بعض المواجهات المهنية على قد ما تقدر. ممكن تحصل ظروف تضطرك تبعد عن علاقة معينة في حياتك. هتنفتح على مجالات كبيرة جدا، منها الإعلان، التسويق، الدعاية، وممكن تستثمر في المجالات دي وهتلاقي نجاح لو استثمرت في المجالات دي. هتشارك بعض الأشخاص وهيساعدوك على النجاح. ممكن تتلقى مساعدات مالية أو عروض مالية غير منتظرة ومن مصدر غير منتظر. الشهور الأكثر حظاً يا عذراء هي 5 و7 و9، هتتولى فيهم مسؤوليات وهتترشح لمنصب وممكن لقاء استثنائي يؤدي إلى أخذ قرار ارتباط. هو هتاخد قرار ارتباط لكن ممكن ما يتمش إلا في 2025. عايزة أقول إن في شهر فبراير وشهر مارس ممكن يحصل نزاع حوالين ممتلكات أو مواريث، أو يولد بعض الاحتكاكات العائلية أو مالية حوالين مسألة مالية. يعني هيحصل خلاف على فلوس يا عذراء بينك وبين الناس. الصراع والخلاف ده هيبقى بسبب تجميع الكواكب كلها في شهر فبراير ومارس حواليك أو ضدك. شهر 10 و11 في هدوء في العلاقات العائلية والعاطفية وفي استقرار مهني ومالي. بتتوسع فيهم دائرة اتصالاتك ودائرة علاقاتك وهتحقق سمعة طيبة وهتفرض رأيك واحترامك على محيطك. عطارد اللي هو كوكبك الحاكم هيحقق لك حظ مفاجئ وهينهي حالات الإحباط والعزلة اللي ممكن تكون دخلتها. شهر 12 الكواكب هتدفعك للمغامرة وهتكسر روتينك وهتتصرف عكس طبيعتك المعتادة، إلا إن ممكن بعض المتاعب تتولد. هتقع في الحب امتى؟ في شهر يوليو. هتعيش لحظات رومانسيه حلوه جدا واستثنائيه، لكن بعد ما تعيش قصه حب حلوه قوي في شهر يوليو وتعيش لحظات رومانسيه وانسجام، ممكن يخيب ظنك في شخص. هذا الشخص يرفض الالتزام تجاهك وهو اللي ما يوفيش بوعوده معاك، خوفا من التورط في مشاكل. فانا على قد ما شهر 7 في مساعده للافلاك عاطفيه، الا ان هتواجه بعض الخصوم وبعض الناس مش هتوفي بوعودها معاك. عايزه اطمنك ان كوكب اورانوس حليف ليك قوي اغلب فترات السنه، وهو اللي هينقذك من مأزق وهو اللي هيحقق لك اهداف كبيره جدا. انا عايزه اقول للعذراء السنه دي هيقلب صفحات وهينهي علاقات كانت مضايقاه وضغط عليه وهيعمل صداقات جديده. بتميل يا عذراء هذا العام لمواليد الثور والعقرب والسرطان والجدي. احذروا من خلاف مع مواليد الدلو والجوزاء والميزان والحمل والقوس. سنة هتجبرك على حسم أمور كتيرة جدا والتكيف مع متغيرات كتيرة جدا، وهتتقبل أوضاع جديدة بعضها المفيد جدا جدا وبيحقق لك مصلحة وبيعمل لمنفعتك الشخصية، وبعض مواقع الأفلاك هيكون حذر وهيعرضك لتجارب مش سهلة. ممكن تطلع من هذا العام بدرس قد يكون قاسي شوية في بعض الأحيان، خاصة مواليد الدائرة الثانية اللي هيمروا بتجربة أو حدث
طارئ يأثر على حياتهم الشخصية أو العائلية، فحذروا من بعض الإغراءات. ليس كل ما يلمع ذهبا، ممكن حاجة تغريك جدا وتبدو إن هي مفيدة لكن ممكن تتعرض إن هي تتفاجئ إن هي مش حقيقية. قد تتمسك بشيء يا عذراء وما تقبلش التنازل عنه، وانت هذا العام مش هتقبل من حد انه يتدخل في شؤونك خالص، مما يوتر الاجواء اكتر. تمسكك بعاداتك ومبادئك وطريقتك هيخسرك بعض العلاقات. عايز اقول لك حاجه، ممكن تسيب مكان غالي على قلبك او بعض الاشخاص هم اللي هيسيبوك بطريقه قد تكون مؤلمه بالنسبه لك. كل ده نص السنه التاني، فحاول على قد ما تقدر يا عذراء انك تشتغل جاهد من اول يوم في السنه، لان نص السنه الاولاني يحمل لك الكثير من الحظ الحلو، يحمل لك الكثير من التجارب النافعه، لان نص السنه الثاني في غربله كده للدنيا حواليك قد تكون بطريقه هاسيه شويه. عشان كده اشحن بطاريتك في نص السنه الاولاني.